temperatura nor. عارف ليه كده وانا قاعد هف عليه اقول لكم الهدف من برنامجنا؟ فاكرين برنامجنا ترفيه ومسابقات وكده وبس؟ ابسولوتلي نيفر. برنامجنا عميق، احنا بنحاول نعمل جسر التواصل ما بين الاجيال، بنحاول ناسس لكوبري عشان نخفف من زحمه الافكار، بنحاول نخلي جيل الامهات الجيل القديم يفهم الجيل الجديد، والجيل الجديد يبقى حاسس شويه بالجيل القديم. ازاي؟ ده من خلال 5 مسابقات هنلعبهم النهارده في حلقتنا مع الامهات اللي موجودين معانا النهارده. والمتسابقة الأولى اللي هتلعب في حلقتنا النهاردة هي ماما منال، وهيساعدها ابنها محمد. منال أحمد عبد الرب. محمد طارق. أنا اللي عملت النوم الفيسبوك للأسف. لما بينزل بوست رومانسي لو أنا عندي يعني خلفية لحاجة معينة فببقى فاهمة يعني، لكن عادي بعمل له لايك وبعمل له كومنت، ممكن يكون أنا وهو بس اللي نفهمه يعني. عملت شيء لحاجة زعلتني لما ببقى مزعلة في الحقيقة وتبقى عايزة تنكشني كده على الفيسبوك، بقى بتقوم منزلة حاجة بقى بر الوالدين بقى ومش عارف ايه، فبروح أصالحها على طول. شخصيته على الفيسبوك نفس شخصيته في الطبيعي جدا يعني، مفيش أي حاجة. جات على الواتساب لا كتير ما بردش عليها، لا هي على طول أونلاين، أول ما بتكلم بس بتقوم داخلة على طول رد عليا. إحنا جاهزين للتحدي، أقوى أم في مصر. ماما هي أقوى أم في مصر. منوره الدنيا يا ماما منال. ميرسي. انا شايفك بتلعبي طاوله، انت شاطره في الطاوله قوي. عاده ولا محبوسه؟ محبوسه. طب 6-6 بنقول عليه ايه؟ دش دش. برافو، شاطره يا ماما منال. ازيك يا محمد؟ اسلام، عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. جاهز للتحدي؟ جاهز طبعا. اوكي، وتاني متسابقه معانا هي ماما سميه، وهتساعدها بنتها كارمن. سمية حسن مصطفى، عندي ولد وبنت. أنا اسمي كارمن وحيد. أول ما بشوف كارمن وهي منزلة بوست وبعدين أخش أشوف مين أصحابها اللي معلقين عندها، أغرب كومنت بصي هو موقف، يعني موقف كومنت اللي هو كانت خالته تقريبا قبل كده عمالي كومنت على صورة عندي على الفيسبوك، فدخلت تقول لها ازيك يا جيجي عاملة إيه، وقعدت تغي معاها في الكومنت نفسه يعني. ده كان زمان. زمان برضو معاها. رغينا مع بعض لكننا مش في كانتش لسه مستوعبة فكرة ان في مسجز في ماسنجر وفي كومنت على فيسبوك. احنا جاهزين للتحدي، اقوى ام في مصر. مامي اقوى ام في مصر. بنرحب بماما سمية ومنورة الدنيا. ميرسي. كارمن. هاي. بتشتغلي ايه؟ أنا مضيفة طيران. مضيفة طيران، بحقد عليكم حق كل اللي بتعملوا بيف ولا تشيكن، تي ولا كوفي، وتقعدي تلفي العالم. هي مرة. في مضيفين رجالة؟ طبعًا أكيد في. فاتتني دي. والمتسابقة التالتة اللي معانا يا ماما سناء، وهتساعدها بنتها إنجي. أنا اسمي سناء حسني، ربة منزل وعندي 3 بنات. إنجي مصطفى، بدرس حقوق وعندي 20 سنة. لا، لما بتكتب بوستات على النت بتبقى عندها حريه وبتكتب اللي هي عايزاه، لان ما بتعملش حاجه غلط. ماما لو هتعمل جروب على الفيسبوك، هي عندها اصلا اوريدي جروب على الفيسبوك، وبفكر قريب اعمل لها بلوك عشان بزهق. يعني لما ببعت لها رساله بترد عليا على طول. ماما حتى صور مش فاكره، بس هي صوره ليها، صوره ليها بس مش فاكره، انا كنت العبها فيها حاجات كده ومبوظه وشها. كل يوم تقول لي اقفلي الراوتر وافتحي تاني. المهم في حياة إنجي، أنا ولا الموبايل؟ لا طبعاً أنا. إحنا جاهزين لتحدي أقوى أم في مصر. وماما أقوى أم في مصر إن شاء الله. ماما سناء منورة الدنيا. الله يخليك. أنت فعلاً عاملة جروب على الفيسبوك عن الحب؟ نتكلم بقى في موضوع الحب ده، بس مش دلوقتي. هاي، ازيك يا انجي؟ تمام الحمد. عامله ايه؟ كويس. كلميني عن الهارد كيرلي وازاي تحولتي الليس. شفت بقى ايه؟ بترتاحي في ايه اكتر؟ في الكيرلي طبعا. في الكيرلي طبعا. اوكي، هي دي شخصيتي، واللي مش عاجبه يمشي على حواجبه. مع المسابقه الاولى، وما بفهمكش. عارفين ليه ما بفهمكش؟ عشان المسابقه دي بتبين هل الامهات فاهمين خبايا وخفايا ودهاليز الجيل الجديد ولا لا،
هل الامهات فاهمين لغه الجيل الجديد؟ الجيل الجديد بقى عنده مصطلحات خاصه بيه، مهم قوي ان انتوا تعرفوها، وهو ده اللي هنعرفه في مسابقتنا دلوقتي. بس بشرط لازم تجاوبوا في 10 ثواني بس. المسابقه الاولى ما بفهمكش. اخو ام مصر. مستعدين للسؤال الاول؟ السؤال الاول بيقول من هي الشخصيه الشهيره بابن الداده في الدراما المصريه؟ ابو سمسم شاهي. ده كان في مسلسل الوصيه، معاكم 10 ثواني. وصيه. الفنان الجميل احمد امين كان اسمه ايه؟ مسلسل الوصيه كان فيه اكرم حسني، ابطاله اكرم حسني واحمد امين. اكرم حسني كان اسمه ابو، احمد امين كان اسمه ايه؟ سمسم. سمسم ابن الداده. غلط. ماما منال جاوبتي ايه؟ ابو. ماما سميه؟ ابو. ابو. ماما سناء؟ ابو. ابو. اجابه خاطئه. ابو انت ثلاثه غلط حقيقي. اوكي. السؤال الثاني، ما هو الداب؟ حركه استعراضيه، فرقه غنائيه، ابلكيشن. الداب دي اللي هي دي. مش فاهم السؤال اصلا. مش عارف. كلنا غلط صح؟ ماما منال جاوبتي ايه؟ ابلكيشن. ابلكيشن. ماما سميه؟ ابلكيشن. ابلكيشن. واضح ان في علاقات اتفتحت، بسم الله ما شاء الله، قطرين اتفتحوا على بعض. ماما سناء؟ فرقه غنائيه. الاجابه الصحيحه هي حركه استعراضيه. ولا ده ولا ده. السؤال الثالث، مش مهم نجاوب، اهم حاجه نعرف المعلومه، احفظوا بقى كويس عشان ما تيجوا تتواصلوا مع اولادكم ان شاء الله. ما المقصود بالبوركيني؟ البوركيني مش بوركينا فاسو، البوركيني جزيره في اسيا، معيوم محجبات، مفيش حاجه اسمها كده. مش عارف. كله غلط. غلط. كله غلط. غلط. اسئله غريبه انت. ماما منال. مفيش حاجه اسمها كده. ماما سميه. مفيش حاجه اسمها كده. ماما سناء. جزيره في اسيا. لا هو في حاجه بقى اسمها كده. اللي هو ايه؟ البوركيني وما يوم محجبات. اجابه خاطئه. ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده؟ نشد شويه يا بنات، عايزين نتواصل اكتر مع الجيل الجديد. جبت انت بوركيني. السؤال الرابع، الفنان القدير حمو بيكا، الف مهرجان. رب الكون ميزنا بميزه، اللي هي ميزنا بميسه. الرجوله والنفس، نفيسه، عزيزه، لذيذه. معاكم 10 ثواني. ايه الاسئله الغريبه دي؟ ماما منال. عزيزه. ماما سميه. عزيزه. ماما سناء. لذيذه. والله انت اللي لذيذه. الاجابه الصح عزيزه. الحمد لله. نقط. ماما سميه وماما منال الحمد لله جاوبوا صح. الف بركه، الف بركه، والحمد لله على السلامه، والف الف مبروك. السؤال الخامس، من قائل عباره حمد لله على السلامه وقدر ولطف؟ محمود سعد، عادل امام، فتحي عبد الوهاب. معاكم 10 ثواني. لا. اللهم صل على النبي. جاوبتي يا ماما منال؟ فتحي عبد الوهاب. ماما سميه؟ فتحي عبد الوهاب. ماما سناء؟ فتحي عبد الوهاب. فتحي عبد الوهاب، اجابه صحيحه. ياه. ايوه كده. انزلوا عليا بالنقط. السؤال السادس، جمله مشهوره من مهرجان مفيش صاحب بيتصاحب. ولاد سليم، البقالين، النجارين، اللبانين. معاكم 10 ثواني. صاحب بيتصاحب. ماما سمية جاوبتي ايه؟ نجارين. ماما سناء؟ ايه نجارين.
ماما منال. كل اللبانين. اللبانين إجابة صحيحة. تسمعي مهرجانات يا ماما منال؟ ولا جبتيها بالشبه؟ لا 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 صارحين أنا سمعيها بقى سمعيها ولا تسيبي اللبانين. وكل حتة مسمعين. أيوه ما شاء الله. السؤال السابع، تدور أحداث مسلسل الكبير قوي في المزاريطة، الفيوم، كفر البطيخ. 10 ثواني. دي مشهورة قوي بقى. ماما سمية جاوبتي إيه؟ كفر البطيخ. كفر البطيخ بلد مين؟ محمد سعد. لا بلد محمد سعد. كفر البطيخ بلد مين؟ عصام الحضري. سقفة كبيرة لعصام الحضري. ماما منال جاوبتي ايه؟ المزاريطة. 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 معانا 2 مزاريطة، 1 كفر البطيخ. الإجابة الصح المزاريطة. السؤال الثامن، فاكس هي كلمة تعبر عن الاهتمام الشديد، الصعوبة، عدم الاهتمام. فاكس. سمعت كلمة فاكس قبل كده؟ طبعاً على طول بسمعها. كذا يا ماما فاكس. فاكس يا ماما الحوار ده. صح؟ كده. اللي هو إيه؟ عدم إيه؟ الاهتمام. عدم الاهتمام. وهم الثلاثة جاوبوا عدم الاهتمام. إجابة صحيحة. الحمد لله. أيوة حاجة تتكرر. ربنا يحميكم. الله أكبر يا أولادي. الله أكبر عليكم. السؤال التاسع، لما ابنك أو بنتك يقول لك إن صاحبه حلق له، المقصود هو طنشه، راح للحلاق، كسبه في البلاي ستيشن. 10 ثواني. ماما سناء جاوبتي ايه؟ طنش. يا عم احلق للواد ده. احلق له يعني ايه؟ طنش. طنشه. اجابه صحيحه. شككتني في نفسي. هتضربيني يا ماما سناء. السؤال العاشر، ديسباسيتو هي اغنيه، اكله، فيلم. ديسباسيتو فتفلالي تشيتينا لتاليتو انا منيحينا لنينينينينو. جاوبتي يا ماما منال؟ اغنية. ماما سمية؟ اغنية. ماما سناء؟ اغنية. انتوا جايين مع بعض ولا ايه؟ اجابة صحيحة. الحمد لله. ما شاء الله. يا التلاتة غلط يا التلاتة صح. يعني كده بقى خلصنا المسابقة الأولى معانا اللي هي ما بفهمكش، ودلوقتي مع نتيجة المسابقة الأولى. ماما سناء جمعت 25 نقطة. ماما سمية جمعت 25 نقطة. ماما منال يمكن عشان ابنها ولد فبتسمع الكلام ده كتير، جمعت 35 نقطة. خلصنا المسابقة الأولى، وجه ميعاد المسابقة الثانية، وهي بعنوان سهلة ومش مستاهلة. عارفين ليه سهلة ومش مستاهلة؟ لأن في المسابقة دي هنعرف فعلاً أنتوا فاهمين في التكنولوجيا والسوشيال ميديا ولا لأ؟ من خلال مهمة تكنولوجية معقدة مطلوب من حضرتك إنك تنفذيها في دقيقة ونص. عليها 15 درجة، يا هتجمعيهم يا هتسيبيهم، عشان إحنا ناس كمل وناس طيبين وولاد حلال وولاد أصل، هنسيب بناتكم وولادكم يساعدوكم في المسابقة دي. المسابقة التانية وسهلة ومش مستاهلة. أخوة ومصر. قبل ما نخش في المسابقة عندي شوية أسئلة، عشان في غموض في القعدة دي، حاسس بشوية غموض في شخصياتكم. ماما منال أنت برج إيه؟ القوس. القوس. الله، والله بحبك موس وأحب برج القوس. أغنية عمرو دياب الجميلة. ماما سمية؟ العقرب. يا ماما العقرب عصبي قوي، بس انت شكلك هاديه. شويه كده شويه كده. هنعرف خلال الحلقه
ماما سناء جوزاء. الجوزاء. اوبا رومانسي. رومانسي بس يعني إيه؟ حاجات وعكسها طول الوقت ومتقلب. متقلب. يعني ممكن تزعقي لي دلوقتي، انت فعلا زعقتيني من شويه ونفسي صعبت عليا. معلش. المهمه الاولى مع ماما منال، محتاجك تعملي بول او تصويت على تويتر تسالي فيه الناس مين اقوى ام في مصر، والاختيارات تكون المتسابقه الاولى، المتسابقه الثانيه، المتسابقه الثالثه. معاكي 90 ثانيه ومعاكي محمد ومعاكي ربنا. يلا ماما، ماما افتحي تويتر. ماما افتحي تويتر. فتحت اوكي. بسرعه شويه. بسرعه. دوسي فوق على الشمال كده. في صوره على الشمال. فوق على الشمال اللي هو الصوره الايكون على الشمال دي. اوكي. ليست بروفايل هيلب سنتر سيتنج. لا طب اقفليها 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 بسرعه. ايوه اوكي. دوسي دوسي تحت على الشمال، تحت على الشمال. اخر حاجه على الشمال. تحت على الشمال. اوكي. انا مش بستخدم تويتر اصلا. 50 ثانيه. محمد كده نص الوقت. طب شد شويه. دوسي دوسي على الريشه كده. يلا ماما منال. ايوه خلاص. دوسي على الريشه. يا محمد دوسي عليها كده يا ماما. لا دوسي على الريشه تحت، الريشه اللي تحت، الريشه اللي تحت، اللي تحت، اللي تحت. ماما اقفلي دي، اقفلي اعملي دن ودوسي على الريشه تحت. محمد عريشه عريشه. ال 20 ثانيه يا محمد. على اليمين تحت. على اليمين؟ على اليمين. الزرق؟ اكتبي مين اقوى ام. دوسي على تالت واحده، تالت واحده في النص، تالت واحده في النص من ناحيه اليمين، تاني واحده. الوقت بيخلص. من ناحيه اليمين تاني واحده. ايوه اوكي. اكتبي منال بسرعه. اتنين منال. واحد صفر. اتنين تحت الاسامي كلها. كنت قربت يا ماما منال. السرعه في الاداء. ماما سميه الميشن الثانيه، عايزك تدخلي على صفحه اقوى ام في مصر على فيسبوك وتعملي سي فيرست. ما تبدايش الا ما اقول لك الوقت. معاكي 90 ثانيه ومعاكي كارمن. مامي صح تمام. عملي سيرش فوق في الفيسبوك. كارمن عايز سرعه الطياره في الجو. اكتبي اقوى ام في مصر بالعربي سيرش. في سيرش فوق. عملي سيرش. اكتبي اهو اهو طلعت طلعت تاني واحدة. ايوه دي. اسرع يا ماما سمية. اسرع يا كارمن. ثانية واحدة. بصي هقول لك، انزلي تحت كده يا مامي. انزلي تحت شوية كده. انزلي بالصفحة عشان اشوف اللي تحت ايه. انا مش فاكرة ازاي ايه اللي تحت. دوسي كده على فولو. دوسي على كلمة فولو. طبعا ما انت كل يوم في بلد هتفتكري ازاي. ما بقعدش والله يا سوشيال ميديا. دوسي على فولو. ايه؟ دوسي على فولو. مفيش فولو تحت. اهي تحت كلمة مسجر بالازرق في فولو. دوسي عليها. اسرع يا ماما سمية. 40 ثانية. لا طب انزلي انزلي تحت. انا مش عارفة. دوسي لايك. لا حاولي لغاية اخر الوقت، يعني حاولي تستخدمي الوقت على قد ما تقدري. مش عارفة ازاي. بقول لك ايه دوسي. سهلة قوي يا كارمن. بجد مش عارفة. سيف. لا مش سيف. دوسي سيف ولايك بالمرة. لايك. دوسي لايك وسيف. ايه؟ بصي هتلاقي يا مامي فوق ثلاث نقط كده، دوسي عليهم ثانية. ها؟ شير؟ لا. ها؟ لا مش عارف. فيسبوك ريبورت؟ دوسي كده على جي فيدباك نجرب. اتنين دوسي. واحد صفر. انا مش عارفة. الوقت انتهى. ما انقذتنيش. جبتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان. ايوه طبعا ما هيش فاضيه، الاستاذه كل يوم في بلد وقاعده تلف العالم وتتفسح. ما هيش عارفه حاجه. ماما سناء. الميشن الثالثه. اتصوري سيلفي على انستجرام واعملي لها شير على فيسبوك في نفس الوقت. معاكي 90 ثانيه ومعاكي انجي. ايه انجي. انجي. انجي معايا بقى يا حبيبتي كده عشان ايه؟ ما نزعلش من بعض. عايزه تبتديها من الاول؟ خشي على يور ستوري دي يا ماما اللي فوق اللي جنب الصوره بتاعت رمضان صبحي. ايوه الايه؟ قولي لها والمصحف هنكش لك شعري تاني. دي معوجه. خشي على الصوره فوق اليور ستوري دي، خشي عليها اللي جنب الصوره اللي الولد بيضحك. هتخشي على الانستجرام تاخدي سيلفي. الصوره اللي فوق. تعملي لها شير على فيسبوك. خشي طب خشي على الكاميرا اللي فوق، خشي على الكاميرا اللي فوق، خشي على الكاميرا اللي فوق. ها؟ خشي على اول واحده اللي هي بالازرق.
55 ثانية. خلصي أسرع. دوسي أوكي، دوسي أوكي. ها؟ أي دوسي اللي بعديها بقى. أوكي تاني. دوسي بقى تصوري. الصور الصورة معوجة أصلا. معلش أي حاجة. دوسي دوسي. أنا هنحطها في الباسبور. أدوس إيه؟ أدوس إيه؟ دوسي بقى سند تو بسرعة. لازم تقلبي الكاميرا. طيب فين طيب؟ دوسي اللي في الحتة اللي تحت البيضة دي، البيضة سند تو. أسرع يا إنجي. اعملي شير بقى اللي فوق اللي بالأزرق بسرعة. ها؟ اخرجي إنجي. اخرجي بقى. هتتصور سيلفي على انستجرام وهتعمل لها شير على فيسبوك في نفس الوقت. يلا يا إنجي. ماشي. ما هو ماشي، ما هو إزاي؟ مش هي كده خلاص اتصورت؟ تلاتة اتنين خلاص يعني. واحد صفر. وقال جبتك يا عبد المعين. قعدالي طول النهار على النت. طيب ما هو ما هنعلن النتيجة دلوقتي. بلاش نشوف. بلاش. الخيبة موهبة. الحسن ملوصة. أنا قلت إنتي هتعرفي. الأساتذة لا فاهمين في الجيل القديم ولا في الجيل الجديد. نتيجة المسابقة. مستنيين تسمعوا إيه؟ ثلاث اصفار ونشوفكم بعد الفاصل. طبعا لما بنخش على الانستجرام بنشوف صور ونشوف فيديوهات من نوع خاص، فيديوهات بتاعت شباب كده صغير في السن بيعمل ليبسينج او بيفتح بقه ويقفله، يعني بيحرك شفايفه على اغنيه مشهوره، على مشهد من فيلم مشهور. مطلوب منكم بقى ان انتوا تعملوا الفيديوهات دي بهذا الوقار. الاستاذه برج القوس. برج القوس ايه مميزاته صحيح؟ طيب أنا اللي أعرفه إنه قوس دايركت. يعني بيقول الكلام على طول مش بيجمله. مضحي. مضحي. أيوه. وقور. وقور. قمر. أمور. برج العقرب. الشخصية القوية. هل هنشوف الشخصية القوية دي في الفيديو؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. برج الجوزاء. الجوزاء. برج الجوزاء اللي خايف منه بقى. يعني شفنا الوقار هنا، أكيد هنشوف هنا حاجة تانية خالص. هتزعقي لي في الفيديو كليب؟ لا. انت حبيبتي. والله العظيم انت حبيبتي. وانت حبيبي والله. هنخش دلوقتي في الباك ستيدج، هنعمل الفيديوهات دي، عايزكم تطلعوا كل الكبت اللي عندكم، كبت السنين بقى والضغوط كلها، لان دي فرصه. ممكن تبقي نجمه، ممكن مخرج يشوفك، تبقي فنانه في المسرح والسينما والتلفزيون. ايوه. صح ولا لا؟ فنستغل الفرصه. هنعمل فيديو على اغنيه الفنان الجميل حكيم الحق عليه. وهنشوف دلوقتي مين اروش ام ناو. على الباك ستيدج. اخوة ام مصر. يا واد يا حتة مني اخرة البعد من عطفك للحارني ومزود في العينات. صحبت الشوق حيرت الشوق وغلطت معاك وانت المحقوق. اخوة ام مصر. ورجعنا لكم تاني من الباك ستيدج. ويا ترى ورا الوقار اسرار؟ يا ترى برج القوس هينشن فيديو في وشنا يكسر الدنيا؟ برج العقرب هيبقى متوحش؟ ولا برج الجوزاء اللي هيبقى عكس الوقار تماما؟ عايز اقول لكم على حاجه، الفيديوهات دي مش احنا اللي هنقيمها، اللي هيصوت لكم ويديكم الدرجات هو الجمهور. نشوف الفيديوهات. انزلي يا ابني بفيديو النجمه ماما منال. يا حته مني اخره البعد من عطفك للحارني ماما منال. والله استنى احلى حته ما جابوهاش. الفيديو الثاني. لا تقول لي بقى سميه الخشاب ولا سميه الالفي. معانا ماما سميه. ايوه دي حته مني اخره البعد من عطفك للحارني ومزود في العينات. صحبت الشوق حيرت الشوق وغلطت معاك وانت بجد. تحية كبيرة قوي على لوك عبد الغفور البرعي اللي انت عاملاه ده. بجد. مفاجأة. والله العظيم برافو. سربرايز. فيري كرييتيف. سنوقة. سنوقة القمر. مش هتلاقي حاجة. الوكورة. لا أنا مش وكورة. ماما سناء. أنا مش وكورة. يا واد يا حتة مني آخرة البعد من عطفك للحارني ومزود في العين.
بس يعني في رأس بس مستخبي جواه الوقار برضه. سبحان الله. دلوقتي اللي عايز ماما منال هيصوت رقم واحد، اللي عايز ماما سمية هيصوت رقم اتنين، واللي عايز ماما سنوقة الجميلة هيصوت رقم تلاتة. مبسوطين والله، بنلعب وبنبسط ويعني هفن. جمهور خلص تصويت، نتيجة ظهرت يا بنات. ساعات الواحد بيحس إنه عايز يخرج كده من القيود، صح؟ ماما منال حسيتي بإيه بعد ما عملتي الفيديو؟ مبسوطة؟ حسيتي إن أنت خرجتي طاقة، صح؟ أوه. ماما سمية والله يا عسل، والله يا عبد الغفور البرعي قمر، مش كده؟ والصعيدي كرييتيف جدا. أنا ما ينفعش، ما خطرتش على بال حد الفكرة دي، كل الأمهات اللي جولنا. ماما سناء حسيتي بإيه بعد ما عملتي الفيديو؟ أنا بعمله على طول. بجد؟ أه والله. على طول بتحبي الرقص والفرفشة والغنى وكده، والله العظيم برافو عليكي. هي الدنيا عايزة كده، واحد يضحك وينبسط. ماما سناء يا رب دايما مبسوطة. حصلت على نسبة 10% خمس نقط. حلوين، لسه في مسابقتين. ماما سمية 25% 10 نقط. الحمد لله. وماما منال 65% 20 نقطة. بس انسقف لهم سقفة كبيرة هما التلاتة بقى. ودلوقتي مع المسابقة الرابعة. المسابقة الرابعة اسمها ايه؟ عجناك وخبزاك. ليه بقى عجناك وخبزاك؟ في المسابقة دي هنعرف هل انت عجنة ابنك وخبزاه فعلا ولا لا؟ عارفة عنه كل حاجة ولا لا؟ عارفة بيفكر في ايه من وراكي ولا ايه؟ ولا لا؟ في المسابقة دي سألنا ولادكم شوية أسئلة، جاوبوا إجابات محددة، مطلوب منكم تجاوبوا نفس الإجابات بالظبط. مع المسابقة الرابعة عجناك وخبزاك بس. إجابة صحيحة. ماما سمية، لو بنتك قاعدة في مكان والأكل وقع عليها وهدومها باظت، هل هتروح على طول؟ هتكمل اليوم؟ هتشتري هدوم جديدة في ساعتها؟ هتستلف هدوم من صاحبتها؟ 10 ثواني. شايفه انك عجنه بنتك وخبزها؟ يعني اخترتي ايه؟ هتكمل اليوم. فعلا عجنه بنتك وخبزها. اجابه صحيحه. ماما سناء، بنتك شايفة نفسها فين كمان خمس سنين؟ ست بيت أصيلة، مكان مديرتها، عندها مشروعها الخاص، لسه في مكانها. هي كلمتك قبل كده إنها عايزة تفتح مشروع؟ إيه؟ حضانة. حضانة، والله العظيم برافو عليها. عايز تعمل حضانة عادية ولا؟ لا حضانة. حضانة عندها فكر جديد يعني جوه الحضانة؟ إجابة صحيحة. ماما منال، ابنك خطب؟ لا. لا. طيب لو خطبت ابنك إن شاء الله يعني قريب، سقعانة وهم خارجين، هيعمل إيه بالجاكيت؟ هيستناها تطلبه ويديهولها؟ هيديهولها من غير ما تطلب؟ هتطلب ويقول لها ان هو كمان سقعان؟ هيفاجئها بجاكيت هديه. اخترتي ايه؟ الدولة من غير ما تطلب. رومانسي محمد، ها؟ جدا. نحنوح. قوي قوي. اجابه صحيحه، الدولة من غير ما تطلب. قوي قوي، شكلك عارفة عنه بلاوي. قوي خالص. قوي. ماما سمية، لو بنتك هتطفش عريسها، لو بنتك جاي لها عريس وعايزة تطفشه، هتحط ملح في القهوة؟ هتوحش شكلها؟ هتبين شخصيتها الحقيقية؟ هتصرح إن هو مش عاجبها؟ ماما سمية اخترتي ايه؟
هتصرح. هتصرح ان هو مش عاجبها، هي صريحه. لا هي هتعمل حاجه تانية. تعالي نشوف كده هي قالت ايه. تعملي ايه يا كارمن؟ هوحشك ليه؟ يا شيخ هتوحشي شكلك. هتعملي ايه؟ زي سعاد حسني كده لما حطت روج ووصلت حواجبها ببعض. لا عادي، اصلا شعري كريم. انتي الصلاه على النبي عليكي قمر، مهما وحش شكلك بسم الله ما شاء الله. حقيقي بجد هطفش وهعمل ايه؟ هتوحش شكلها كده يا مامي. اوكي ما حصلش قبل كده. هتروح بقى تعمل عمليات تجميل في لبنان، تلاقيها غاليه تقوم عاملاها في ميدان لبنان توحش شكلها. ماما سناء. ايوه. لو بنتك هتشتري حاجه واحده بكل مرتبها او مصروفها، الحاجه دي هتبقى ايه؟ شنطه، هدوم، ميك اب، فستان. ميك اب اكيد. اكيد الاجابه غلط صح؟ ماما سناء اخترتي ايه؟ ميك اب. نروح نشوف بقى انجي نفسها تبقى ميك اب ارتست ولا يا كلبه. يا كلبه هتعملي ايه؟ ميك اب من اي ناحيه؟ ميك اب من اي ناحيه بجد والله. انا قلت دي اللي هتجاوبيها صح اصلا. انت اخترتي ايه؟ هتشتري ايه؟ هدوم. انت عارفه يعني. شوف نعوض في اللي جاي. ماما منال، لو ابنك عنده ارض فاضيه هيبيعها؟ هيسقاها؟ هيعملها ملعب كوره؟ هيجيب شركه ويعملها كومباوند؟ عارفه يعني ايه سقعها الاول؟ عارفه يعني ايه سقع حته ارض؟ يعني ايه سقع؟ يعني يشتري حته ارض بفلوس رخيصه ويحطها شويه وبعدين سعرها يضرب يبيعها. دي اسمها يسقعها. شمصار يعني. اختاري بقى اختيار من الاربع اختيارات دول. اخترتي ايه؟ هيعملها ملعب كورة. هو بيحب الكورة ولا العربيات؟ بيحب الكورة وبيحب العربيات. صح؟ إجابة صحيحة. يا ابو ماما ده انت عجناء وخبزاء وفقساء. ما شاء الله عليكي. ماما سمية، لو بنتك ملكة في البعزقة هتكون ملكة بعزقة المشاعر، الفلوس، الدبش، الوقت. ماما سمية اخترتي ايه؟ فلوس. الفلوس ما هي مضيفة، مش بتكسب شوية. صحيح. إجابة صحيحة. يعني بتتفسح ومعاها فلوس كتير. فين ده؟ ما شاء الله. لا 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 ده أنا حاجة مع نفسي كده. ماما سناء، لو بنتك سلفت صاحبتها فلوس وصاحبتها اتأخرت عليها في السداد، هل هتطلبها منها؟ هتتكسف وما تاخدهاش؟ هتاخدهم بالتقسيط؟ ما بتسلفش حد. انا مش شايفه اصلا. اخترتي ايه؟ والله ما شايفه. مش شايفه والله. يعني اخترتي هتطلبها منها ولا هتتكسف وما تاخدهاش ولا تاخدهم بالتقسيط؟ لان اتعمل فيها كتير مش هتاخدها. هتتكسف وما تاخدهاش. يعني هي كيوتة وكسوفة. لا بتتسلف وما بتطلبش. رغم هذا الكم من الكيرلي والجرأة إلا إنها كسوفة. إجابة صحيحة. هتتكسف وما تطلبهاش. نتيجة ظهرت معانا يا بنات. ما شاء الله أكتر واحدة عجنة ابنها وخبزاه وفقساه ماما منال. جمعت 15 نقطة. جاوبت كله صح. يعني شكلها كيوت بس فهمك كويس قوي يا محمد. ها واخد بالك؟ دي حقيقة. ماما سمية مش وحش. 10 نقط. غلطت في سؤال واحد بس. ماما سناء 10 نقط. حلو برضو. برافو منك والله العظيم اقسم بالله. ودلوقتي مع المسابقة الخامسة وهي بعنوان عمرك ما نصفتني. ليه بقى اسمها عمرك ما نصفتني؟ إن في المسابقة دي يا بنتكم أو ابنك هينصفك يا مش هينصفك. كل اللي فات، كل اللي انتوا لعبتوه كان عليه 100 نقطة، المسابقة الجاية لوحدها عليها 50 نقطة. هتروحوا الباك ستيج، هتتسألوا شوية أسئلة، هتجابوها بشكل محدد على ورق، والمطلوب من ولادكم وبناتكم إن هم يجاوبوا نفس الإجابات
بالظبط الى الباك ستيج وعمرك ما نصفتني. اخو عمر مصر اقوى ام في مصر على قناه الحياه. اقوى ام في مصر على قناه الحياه. استنونا. محمد منور الدنيا، ديك البرابر، الولد الوحيد اللي معانا، الواد اللي حيلتي. ماما فقستك كم مرة يا محمد وما تحورش. لأن هي كان واضح إن هي عجناك وخبزاك وجينا عند حتة الرومانسية والنحنحة. فقستني كم مرة؟ بحاجة معينة ولا؟ لا في المطلق. في المطلق؟ لا ماما فاهماني. يعني تسيبك يعني براحتك ولا متابعة؟ يعني لا هي بتبقى فاهمة. بتحب تعرف. لا هي بتبقى فاهمة وقت ما تحب تكلمني بتقوم مكلماني. بس من بعيد لبعيد بتبقى عارفة كل حاجة. عاجبها الموضوع تمام، مش عاجبها تبدأ بقى تبدأ إيه؟ تدق لك في تعمل إيه؟ لا كده. فاهم أنا الجو ده. أستاذة كارمن، بيف ولا تشيكن؟ كده؟ كوفي ولا جوس؟ برتقانة؟ كوفي أورتي على فكرة. هي أسئلة. هوبا ولا أولا؟ يعني كده على طول. ما بيغزنيش بقى قد اللي بيبقى طالب شريم. الواحد قاعد محترم كده، حضرتك طالب شريم؟ تلاقي الجماعة أنا طالب شريم، وينزل له بقى سخن وقبلنا. خلاص حبكت ياكل شريم على الطيارة. مزاج. مش معقول. مزاجة. أنت بقى قاعدة تبصي وتضحكي ليه طول الوقت؟ أختك قالت لك إيه؟ قالت لك إن هي جعانة. وأنا وعدتها مش هقول. شنطتك واضح. لازم بقى فيها باتيه. واضح. سندوتش ملفوف في منديل. بقايا وجبة. يعني ما ينفعش البنت جعانة كده وتسيبها بالمنظر ده. محمد السؤال الأول. ما هو اسم مدرسة ماما في ابتدائي؟ اسم مدرسة ماما في ابتدائي؟ جمال عبد الناصر بنات في العجوزة. تعال نشوف ماما قالت ايه. ايوه. اسم مدرستك في ابتدائي يا حبيبتي؟ مدرسة العجوزة. العجوزة الخاصة. ادي اول سؤال طار. ماشي. السؤال الثاني يا محمد، اكتر هدية ماما بتكرهها في عيد الام؟ بص يا معممها لك، فايا كانت الاجابه لو قريبه همشيها لك. مفيش اختيارات؟ لا بس هي حاطه حاجه عامه يعني. اكتر هديه ماما بتكرهها في ايدي اللي هو لما تجيبها. يوه كوبايات، كل سنه كوبايات. هو يا كوبايات يا طرحه. ماما تخش عليا بسلسله خاتم. الهدايا اللي ماما مش بتحبها اللي هي ما بتبقاش شخصيه، اللي هي مش ليها معنى بالنسبه. ايوه اللي هي زي اي حاجه هي شخصيه مش هتستخدمها، يعني حاجات مش هي بتستخدمها بنفسها. ما بتحبش الهدايا دي. لا نروح نشوف ماما بقى، لان هي. ماما انت كتبتي ايه؟ مش بحب الهدايا بتاعت عيد الام تكون حاجات للبيت، يعني انا بحب حاجات بقى شخصيه. يعني ليه مش بتحبي تكون حاجات للبيت مع ان الامهات بيحبوا قوي الحلل والكوبايات لا 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 وكل الحاجات بتاعه المطبخ بالنسبه لها؟ محمد على فكره محمد عارف الموضوع ده، يعني أيوة دايما هدايا ليا كلها شخصيه. يعني انا اعرف امهات أيوة كده لما بتشوف البلاستيكات حواليها كانها ملكه الدنيا. لا لا محمد كده والاطباق البلاستيك ايوه بتحبي انت كده. لا 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 وهو على طول هدايا فعلا كده. اجابه خطا يا محمد. وخلي بالك نعم ماما رسمه على تقيل. هي ماما قالت مش بتحب الحاجات الشخصيه. بتحب الحاجات الشخصيه. بتحب الحاجات الشخصيه. الحاجات العامه او حاجات للبيت. ايوه ما انا قلت هي مش بتحب الحاجات اللي هي ما بتستخدمهاش. ايه انا قلت يعني مش بتحب الحاجات اللي هي برضو اجابه مفتوحه شويه. احنا كنا محتاجين حاجات للبيت، هي كاتبه حاجات للبيت. ماشي نقعد في السؤال الجاي. اوكي. عدد خالات ماما كام؟ عدد خالات ماما 2. اجابه صحيحه. اخيرا اخيرا يا محمد. السؤال الرابع. ايه رنة موبايل ماما؟ رنة موبايل ماما الرنة الأصلية بتاعت الآيفون. هي هي. إجابة صحيحة. السؤال الخامس كده طار 2 وجبنا 2. يا مسهل. آخر فرح ماما راحته كان فرح مين؟ آخر فرح ماما راحته ما خدتكش معاها. خافت على البنات اللي في الفرح. ما هي عارفة بقى. اخر فرح فرح ابن عمي، خطوبة ابن عمي. خطوبة ابن عمك. طب نشوف ماما قالت ايه. لا لا يا محمد، ابن عمك كان في شهر 2 وبنت خالك كان في شهر 4. ما شاء الله مجاملة. بسم الله ما شاء الله. لا بس بنت خالك كانت كاتبه كتاب ما كانتش فرح يعني، فعشان كده ما حسبتهاش. للاسف يا محمد اجابه خاطئه. نروح لكارمن. السؤال الاول يا كارمن، مضيفة الطيران القمر، ما هو اسم مدرسة ماما في ابتدائي؟ مدرسة السنية. السنية؟ السنية. السنية ولا السنية؟
لا الثانية. الثانية؟ اه. إجابة صحيحة. أكتر هدية ماما بتكرهها في عيد الأم. أكتر هدية ماما بتكرهها؟ سؤال صعب ده. طب ما أقول أكتر هدية بتحبها. قولي أكتر هدية بتحبها بس أنا يعني مش هقدر أديك الدرجة على غير على أكتر هدية بتكرهها. اللي ما بتحبش الهدايا هو الكوبايات والمعالق والحاجات اللي ريليتد للحاجات دي. تعالي نشوف ماما قالت إيه؟ يبقى غلط. إيه أكتر هدية بتكرهيها يا ماما؟ الفلوس. الفلوس. يا مامي. حد يكره الفلوس؟ واحد حد كده يكرمش لك 50 جنيه في جيبك ولا يا سلام بقى على الظرف وجمال الظرف. لا لا الهديه وهو بيتفتح كده اي هديه تيجي منهم احلى. امزجه. اجابه خاطئه. السؤال الثالث، عدد خالات ماما كام؟ واحده. اجابه صحيحه. السؤال ده شكله سهل. السؤال الرابع يا كارمن، ايه رنه موبايل ماما؟ الرنة بتاعت سامسونج العادية. برضو السؤال ده سهل قوي. إجابة صحيحة. آخر فرح ماما راحته كان فرح مين؟ آخر فرح؟ أصل مش بحضر معاهم الإيفنت دي مش. آخر فرح؟ طب اديني دي أفكر. المفروض دي أفكر. معاكي الوقت. آخر فرح مامي حضرته؟ أعتقد كان فرح بنت خالتي دينا اعتقد من سنين طويله. اجابه خاطئه. ماما بنت حد صاحبتي. صاحبتك؟ صاحبتك لسه بتتجوز؟ بنت واحده بنت واحده صاحبتك. اصل هي مكتوبه عندي صاحبتي. لا أوكي. لا انا قلتش صاحبتي. ما اعرفش. كده خلصنا الخمس اسئله يا كارمن. اوكي. السؤال الاول لأنوش، ايوه، ما هو اسم مدرسة ماما في ابتدائي؟ الليسي فرنساوي. هي حاجة فرنساوي؟ اه. بس هي مش الليسي. أمال. أمال. نشوف ماما قالت إيه؟ قالت غلط. ديريفرانت. أوكي. الله، شفتي بقى الأكسون؟ لا أسمعها تاني. ديريفرانت. ديريفرانت. بارفان. طبعا على فكرة أنا قلت يعني. وسي خبط في الدريكسيون. تشيم تشوبون سي. السؤال الثاني، طب هو كده صح ولا لا؟ يعني اول واحد غلط. طب ما هو فرنساوي برضه متمشوه. ما انت صفر واي فرنساوي وخلاص. اكتر هديه ماما بتكرهها في عيد الام؟ الحاجات اللي لنفسها بقى. والله يعني ما بتحبش تجيب الحاجات لو ليها تتضايق. ركزي يا انجي وما تخليش الجوع ياثر عليك. هي اللي جعانه مش انا. ركزي يا حبيبتي. هي اللي جعانه. ماما شكلها صعبه وبتزعق لي، ما بالك انت ما تروحي البيت. لا والله خالص خالص. ايه الهديه اللي ماما بتكرهها؟ ما هو زي ما بقول لك حاجه شخصيه. نشوف ماما قالت ايه؟ يا بنت حاجه للبيت. جيبوا لي هديه لنفسي لازم للبيت. ان شاء الله. شفتي بقى؟ كلهم راسمين على طول. العكس بس هي غيرت. بس الواحد بيعرف معلومات من البرنامج. هي اصلا العكس. السؤال اللي بعده، عدد خالات ماما كام؟ عدهم ازاي دول؟ طب ممكن بقى يعني ثانية بقى ولا ايه؟ خالات ماما ازاي؟ دي جعانة، دي مش هتفيدك في حاجة. معقولة؟ أنا عارف والله عدد خالات مامتي. طيب نشوف ماما قالت إيه. يعني يا ماما كده كده غلط. عدد الخالات. يا مالها دي؟ يا ماما مدفوع يا بنت. أنت يا مطيعة يا ماما سناء. أنت يا متخلفة وإحنا عندنا. أنا عندي خالات. أنا ما عنديش خالات يا متخلفة. يا ماما أنا بقى. أمال اللي إحنا بنروح لهم دول مين؟ خالاتك أنت. اخواتي انا يبقوا خالاتك انت مش خالاتي انا. لا ده انت في تخلف عقلي. لا 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 والله دي صعب. في ايه؟ انت امتى شفتي خاله جايه عندي البيت؟ ما هو اللي احنا بنروح لهم دول مين؟ طب فاهميني خالاتك انت. خالاتك انت. اهدي يا ماما سناء اهدي. معلش. لا 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 مستفزه مستفزه. لا حقك يا حبيبتي حقك. لا 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 لما تروح لما ترابس ده ماليش دعوة أنا. قلت لك ماما عصبية. قلت لك وحصلتك. السؤال الرابع، ركزي بقى في ليلتك السودا دي.
ايه رنه موبايل ماما؟ موبايل الرنه العاديه. الرنه العاديه؟ اجابه صحيحه. ربنا عليك بحالك. السؤال الخامس، اخر فرح ماما راحته كان فرح مين؟ حسام من طنط رضا. يا ماما يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي. تعالي نشوف ماما. الحقي، قالت حسام ابن طنط رضا. ماما ايه ده، في فرح تاني وانا ما روحتش معاكي؟ كان فرح مين؟ ولاء بنت اختي. اوعى. طب مش عايزه تقولي لها حاجه؟ يعني بنت خالتك. النهارده من اقوى ام في مصر. النتيجه ظهرت؟ عارفينها والله. يا ترى مين نصف مامته ومين ما نصفهاش؟ ماما سناء. نعم. هتعملي ايه في انجي لما تروحي؟ هبططها. شوفي هتخينها ازاي، هخليها تطلع تربع. معلش احنا بنلعب يعني، ودي بنتك برضو يعني، معلش حقك عليا انا. ما بصراحه برضو يعني مش كده يعني. يا ترى مين اللي فاز معانا النهارده؟ ماما منال اللي ضحكتها زي القمر ربنا يديمها عليها يا رب، ومبتسمه طول الوقت وكلها حنيه ووقار، تبص لها كده تحس ان هي مامتك فعلا. برج القوس اللي بيخش على الهدف على طول، ولا برج العقرب اللي شخصيته قويه واللي عمل حاجات كرييتيف جدا، منها اللوك بتاع عبد الغفور البرعي ابهرتنا، ولا ماما سناء اللي هتروح تبطط انجي؟ يا ترى مين اللي فاز معانا النهارده؟ برج الجوزاء اللي شفناه بكذا شخصيه، الوقار والعصبيه والتبطيط، يا ترى مين؟ ماما منال. تفتكري محمد نصف؟ يعني في حدود اللي جاوبه نصفني يعني. ممكن. في حدود اللي جاوبه يعني. أما كارمن نصفت مامتها نص نص. خيبة موهبة. الحسن ولوصة. اللي كنت ماشية وطالعة في العلالي. يلا. أنا بهدي النفوس بس. ماما سناء جمعت 50 نقطة. أما ماما منال جمعت 90 نقطة. يا ترى مين اللي كسب؟ ماما منال ولا ماما سمية؟ برج القوس ولا برج العقرب؟ ماما سمية جمعت 75 نقطة، وبكده الفائز معانا النهاردة هي ماما منال. يلا يا محمد، يلا بنات تعالوا تعالوا. تعالي يا محمد، تعالي يا انجي ما تخافيش، تعالي يا حبيبتي. تعالي، هاتي أختك معاكي وأنت جاية. تعالي يا كرم، فين الروح الرياضية؟ ماما سناء، ماما سمية، وكسبنا ال50,000 جنيه، وكسبنا ال50,000 جنيه. الله أكبر، الله أكبر. نستناكم في حلقة جديدة من أقوى أم في مصر. مبروك يا حبيبتي يا بنتي.